السلام عليكم حبيباتي مشتركاتي غالياتي، ان شاء الله تكونوا بألف خير وعافية. انتم تشوفوا في هذا الفيديو صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا شوفوا الموديل اللي يعني فصلته معكم في الفيديو اللي فات. اليوم ان شاء الله نديروا طريقة الخياطة، يعني خرج تحفة، خرج ما شاء الله. وديروا لجام قبل ما نبداو طريقة الخياطة. وهنا شوفوا لهنايا، اول حاجه نبداو بها نجيبوا الخلف، ديروا له التبطين تاعو. هذه هي الحاجه الاولى اللي نبداو بها كيما راكم تشوفوا هكذا، ونبداو نخيطوا، نديروا التبطين ونبداو نخيطوا هكذا. من بعد نقصوا كامل هذاك الدوران، كي ندوروا هذاك التبطين هذه ما درناش حويجات ويدرنا بسهوله. المبتدئات اللي ما يعرفوش هذه الطريقه، ما بعد نجيبوا الجهه الاماميه نطوها على 2، نجيبوا هذيك 4 سنتيمتر ونبداو نخيطوها بخط مستقيم كما راكم تشوفوا هكذا بهذا الشكل. نجيبوا الكالون، قلت لكم هذا اختياري، تحبوا ديروا تحبوا ما ديروش، تحبوا ديروا غير هذيك يعني الطيه تاع 4 سنتيم وديروا لها الازرار تكفي. انا حبيت نزيد لها هذا الكالون، ونخيطوا كما راكم تشوفوا هكذا ونقصوا من جهه. من بعد نروحوا للجهه الاخرى كذلك، نطوا هذيك 4 سنتيم نحطوها على الجهه الثانيه، درنا لها الكالون ونبداو نخيطوا كذلك بنفس الطريقة بهذا الشكل. يعني لكم طريقة يعني في الفيديو اللي فات اللي ما شفتوش تلقاوها في صندوق الوصف تاع الغوب الأولى اللي درتها لكم بدون أكمام. لكم طريقة، وهذه الطريقة يعني ثانية باش تتعلموا يعني باش تخدموا لافينيسيو تاع الصدر كيما هكا. كأفكار جبتهم لكم دخلتهم في هذا الموديل. من بعد نثبتوه بالخياطة كيما راكم هكا تشوفوا، هاي يصير الشكل تاعو رائع. يعني نديروا له الأزرار هكذا، يخرج ما شاء الله. يبقى لنا هنايا دوران تاع هذيك الرقبة، نجيبو التبطين اللي فصلناه ونحطوه هكذا ونبداو نخيطو عادي. ونقصوا كذلك كما درنا في الخلف، نديروا في الامام نفس الشكل. ها هنايا دروك نعود عليها بالخياطة. أنا من الأحسن تستعملوا اللون، أنا استعملت اللون الخيط لون الكريم، من الأحسن تستعملوا اللون الأسود يعطيكم لافينيسيو شابة. هاي هنا كملنا الأمام، من بعد نحدوه مكوات، هاكهو بالمكوات، ونجيبو جيت الخلف مع جيت الامام. شوفوا هنا تبطيط الخلف نفتحوه، نحطوا الجيت الامام مع الكتف تاع الخلف، وبعد نطوع عليه ديك التبطين. هنا بتجيكم لافينسيو شابه للمبتدئات اللي ما يعرفوش هذه الطريقه. وهنا نخيطوها عادي بهذا الشكل، يعني في الرقبه ما يجيكمش هذاك الخياطه تبان،
تجي خدمه متقونه. ونزيدو بهذا الشكل، شوفوا بعد نطوي عليه هذا التبطين تاع الخلف. ركزوا هنا في هذه المرحله، ها هنايا. من بعد نجيبو هذاك نفتحوه، انا ندير عليه غير خياطه كي من هكذا، من بعد نسوجيه، وانتوما ديروا له يعني كفوه ودوروا مع هذا التبطين تاع الخلف، دوروا كامل وديروا كفه. سبق وين يعني درت لكم الطريقه في فيديو من فيديوهاتي باش تخيطوا التبطين تكفوا عليه من الخلف بدون السرشي اللي ما عندهاش السرشي. بعد هنايا نجو للاكمام. هنا قلت لكم ما عندناش حاطه الابيض، ما كاش حاطه الابيض لانه الاكمام هنا هابطين بزاف، هابطين على الكتف. مادام هابطين على الكتف ما نسحقوش حاطه الابيض لانه يكونوا فاتوا يعني الكتف. وهنا نجيبو الكالون هذا، ونجيبو القماش تاعنا اللي فصلناه من قبل. ما شفتش الفيديو تلقاه في صندوق الوصف طريقة التفصيل تاع هذه القندورة. هنا القندورة تحبوا طولوا لها كمان، قلت لكم ديروا 3 متر، انا هنا استعملت 2.5 متر. نتوما تحبوا ديروها كمامها الطوال ديروا 3 متر. وهنا حطينا الكالون، حطينا عليه القماش، وبدينا نخيطو بهذا الشكل. تحبوا تكون مبتدئه تخيطوا الكالون تزيدوا عليه فوقو القماش، ولا تكون يعني موفة تخيط دير كيما درت انايا. ها شوفوا، من بعد نطوا هذاك القماش ولا يعني رقدوه من جهه تلكم، ونعاودوا عليه بالخياطه هكذا كما راكم حتى نوصلوا للاخير. ونقصوا وين لحقنا، هذه هي هنا الكالون. تستعملوا يعني متر ونص تبقى لكم منها، يعني مش هتستعملوها كامل، تبقى لكم شويه منها. المهم انتوا كي تشرو متر ونص احسن، يعني تخدموا باريحيه. وهنا نجيبو هذيك القطعه اللي فصلناها تاع الترتيب الاكمام، ونبداو نديرو في ليبلي. اللي تحب دير هنا كشكشه دير كشكشه، واللي تحب دير ليبلي كيما راني ندير انا دير عادي نفس النتيجه هكذا، حتى نكملو كامل هذاك الدوران تاع الكم. قلت لكم هنا الكم يعني 3/4 ماهوش طويل، تحب تطولو تزيد في القماش. وتكون مبتدئة من أحسن ديري 3 متر لأنه يعني تفصلي بأريحية. كي تكون عندك كيما أنا هنايا يعني فصلت وأنا يعني نركز ونخمم كيفاش يعني قدني ولا ما يقدنيش القماش. لكن تكون عندك 3 متر يعني تفصلي بأريحية، تكوني عارفة بلي القماش راه عندك متبقي يكون كاين، كوني تفصلي وانتي مرتاحة. هاي هنا كملنا هذه الجهة، نفس الطريقة نزيدو الجهة الثانية بنفس الشكل، نفس الطريقة اللي خيطنا بها. عندنا كفة في الأكمام، هاي نزيدو الجهة الثانية بنفس الطريقة. هاي هنا كملناها خيطناها الجهة الثانية. نداو واش نديرو، واش نديرو دركا، نديرو الجلال. الجلال هذا قسمناه على 2، داك اللي فصلنا فيه متر درناه للخلف ومتر درناها للام عرض، والطول درنا 80 سنتيمتر. الطول درنا 80 سنتيمتر، قلت لكم هنا الطول على حساب الرغبه، يعني حسب الطول تاعك انتيا، بالك تحبي ديريها قصيره تحبي ديريها طويله كيما تحبي. وهنا نديرو داك الترتيب ثاني كنا عند الجلال، ونخيطوهم ونزيدو الجهه الخلفيه كذلك بنفس الطريقه. نجيو لهنا نوريكم كيفاش نخيطو عند الصدر. هنا عند الصدر نديرو كشكشه، نجيبو هذيك القطعه تاع القماش تاع متر اللي راهي الطول تاعها 80 سنتيمتر والعرض تاعها متر،
ونديرو نديرو الماكينة الخياطة في رقم 5، يعني الغرزة كبيرة، ونبداو نخيط، نجبدو هذاك، نسرفو هذاك الخيط، يعني واحد نسرفو هذا نخلوه بهذا الشكل. المبتدئات اللي ما يعرفوش قلتكم ديروا ماكينة الخياطة في رقم 5 كما تكونوا حيت تكبروا يعني الخياطة، تضرب لكم كبيرة الغرزة تاع الخياطة. من بعد نسرفو هذاك الخيط، نجيبو هذاك الصدر، جهة الصدر الأمامي، نبداو بالأمام نخدموه ونحطو من جهة القالون. من بدينا هكذا ونبداو نخيطو. هنا قلت لكم مكاش حردت الإبط لأنه تجينا الكتف طايح على الأكمام هكذا. ونبداو نستفو هذاك لي فرونس، هذوك ديك الكشكشه نوزعوها على حساب هذاك السطر، طول تاع السطر. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. اللي مش دير لايك دير لي لايك. اللي وصلت لهذه المرحله تاع الفيديو وما ديش دير لايك دير لي لايك فضلا وليس امرا. وهنا قلت لكم نوزعوا كامل هذيك الكشكشه على حساب الطول تاع السطر. ان شاء الله تكونوا فاهميني واش راني قاصده. هنا سمحوا لي صورت على الطول، ما كنتش ملاحظه بلي راني نصور بالطول، خرجت المساحه تاع الصوره صغيره، سمحوا لي على هذا الخطأ الغير مقصود. وهنا قلت لكم نكملوا كامل هنا، حاولوا تركزوا يعني ما تجيكمش يعني طيات هذو الكشكشه، يعني يجيكم من برا يخرجوا لكم يعني من برا. حاولوا باش تركزوا وتسووهم غير بالعقل هكذا غير في عقلكم، وتبداو تستفوا هذوك لي فرونس وتوزعوهم على بالشكل متساوي حتى تكملوا هذه المسافه. ها هنا كملناها، ها هنا شوفوا كيفاش خرجت هاي كشكشة عند الصدر. من بعد هنا نمروا للجلال هذاك ونجيبوا هذيك الترتيف الثاني، قسمناها على اثنين. كان الطول تاعو 2 متر 40 سنتيمتر او 47 سنتيمتر اللي هو طول القماش تاعنا، 2 متر ونصف، عفوا 2 متر ونصف لسبب الطول تاع القماش تاعنا اللي شريناه 2 متر ونصف. هذه الكشكشه نقسموها يعني هذاك الطول نقسموه على اثنين، جهه للخلف وجهه للامام، ونبداو نديرو في لي بلي هكذا. هنا درت تحبوا ديروها كشكشه ديروا كشكشه، تحبوا ديروها ديروا لي بلي ديروهم. انا درت لي بلي يعني في الصدر درت كشكشه وفي الاسفل درت لي بلي ثاني. نوزعوا ذوك لي بلي على حساب هذاك الخط ولا الجلال تاعنا، حاولوا بتستفوهم وتوزعوهم على حساب الطول تاع الجلال، يعني ما تجيكمش بلية كاينه بلاصه وبلاصه ما فيهاش، يعني تجيكم مايله على جهه القماش، هنا تجيكم مايل على جهه لانه فيه يعني لي بلي من جهه ولي جهه ما يكونش فيها لي بلي. حاولوا باش توزعوا، عينكم هي ميزانكم. و واللي تكون مبتدئة دير بالبرا والخيط من بعد ولا بلي زيبانغل، من بعد تعاود بالماكينة الخياطة. ها هنايا بعد ما كملنا كامل، ها هنا كملنا لي بلي تاعنا، لصقنا الجلال، هاني طريقة سهلة ماهيش صعيبة. نزيدو الجهة الثانية، ها هنايا بعد ما كملنا ها لصقنا الجهتين كامل، ها من الخلف والأمام، يعني طريقة سهلة وبسيطة. شوفوا هنا مكاش حادث الإبط، شوف لأنه الكتف يجي طايح على الكم، ما نحتاجوش لحادث الإبط. الموديل هذا يعني التفصيل تاعو تقريبا كيما الكيمينو، يعني يجي هابط على الأكتاف ولا الكتفين. وهنا نطووها على اثنين ونبداو نخيطوها من الجهتين هكذا بهذا الشكل، نطووها ونبداو نخيطوها على الطول تاع هذه الكندورة بهذا الشكل هكذا.
ونكونوا كملنا الطريقة. وهنا شوفوا كيفاش خرجت تحفة 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 تحفة. شوفوا هنا الأزرار، ركبت لها الأزرار. شوفوا هنا الأكمام بعد ما خيطتها من الجهتين، لقيتهم خيطها عادي. إن شاء الله تكون عجبتكم. هاكي شوفوا هنا الجلال ترتيف هذا كيفاش خرج، يعني خرجت عريضة ما شاء الله فضفاضة. تقدر ديروا لها حزام كيما اللي درت لهنا في البوبي مانكا. هاي شوفوها كيفاش خرجت، شوفوا هنا الكمام كيفاش خرجوا عند الصدر. وهنا درت لها هذا الحزام، قلت لكم اختياري، تحبوا تخلوها مطلوقة كيما تحبوا ديروا لها حزام من القماش تاعكم، يعني من نفس القماش ديروا لها، يعني خيطوا حزام وديروه لها، ولا ديروا شرو حزام كيما اللي نديرته في الاسود ولا في اي لون من لون القماش تاعكم تحبوه. هاي هنايا تحبوا ديروها في السامبل ديروها في السامبل. وهنا كون وصلنا لنهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.